طبعا مصر كلها عارفه خلافي الشديد مع مؤسسه الرئاسه وعلى راسهم السيد المستشار اللي حصل بيني وبينه صدام في مع الاخ وائل ابراشي. يعني انا لا اجامل احد وليا 100 تحفظ على تصرفات مؤسسه الرئاسه ورئيس الوزراء اللي للاسف مش يعني مش موجود، لكن اقول شهاده حق حدثت معي انا يوم الجمعه اول امبارح الجمعه الماضيه حوالي الساعه 10:30 مساء تحدثت معي السيدة أو الأنسة عبير عبد المجيد اللي هي الصحفية في اليوم السابع وتحدثت معي لكي تستنجد من الصحفيين وليس من ياسر، من الدكتور ياسر علي. أنا ياسر علي ما عرفوش وما كلمتوش، ما فيش بينه وبينه علاقة، المفروض يبقى في بيني وبينه خصومة عشان الدكتور سيف عبد الفتاح اللي اشتغل معاكم مستشار، يمكن أنت دكتور عمرو كلمتني قبل كده في الموضوع ده، قلت لك أنا وهو والقانون ياخد مكرهه، تمام؟ فأنا لا أجامل، أقول لك اللي حصل. هي كلمتني تستجيرة من الصحفيين، تستجير من صحيفة نشرت وتستجير من صحيفة ستنشر. الصحيفة التي نشرت هي صحيفة المسكر، وقالت لي بالحرف الواحد كل ما نشر على لساني لم أتحدث به، وعايز أعمل لحضرتك توكيل علشان تبعت رد للصحيفة تقولي الكلام ده ما حصلش. قولي الكلام ده على مسؤوليتي وربنا يشهد الكلام ده. ده الجزء الأولاني. وطلبت في نفس الوقت لما انا سالتها قلت لها هل هذا الحديث مسجل اللي نزل؟ قالت لي بقول لحضرتك ما حصلش اصلا، وكل اللي حصل هم تسجيل. بقول انا بدلي بحديث للاستاذ محمد الباسي. فيما عدا ذلك كل ما نشر لا اساس له من الصحه. انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي يا ست عبير، لكن الطلب الاولاني ان انا ابعت رد، وطلبك كانت تطلب مني تاخد اسمي بالكامل عشان تعمل لي توكيل عشان ابعت لها الرد ده للاستاذ محمد الناس. اثنين، ده الذي نشر. الذي سينشر قالت لي انها عندها معلومات، الاستاذ عبد الحليم انديل اتصل بيها وقال لها هنزل موضوع والح عليها، وقالت ان هم عايزين ينزلوا موضوع بصوره وباسمي اللي محدش يعرفه، محدش يعني يعرف اسمها يعني. فانا كلمت الاستاذ، هي بقى كلمت الاستاذ عصام فهمي وطلبت مني ان انا اللي هو رئيس مجلس الاداره بتاع البورتال، وطلبت مني اكلم الاستاذ عصام. فانا قلت لها يا استاذ عصام، هو صديق عزيز جدا جدا، بس هو تعرف طبعا انه يعني مريض في البيت الازمه الاخيره دي وقعيد المنزل. كلم احمد ابنه المسؤول عن نائب ابوك في مجلس الاداره. وبالفعل تحدثت مع احمد، واحمد قال لي ان عبير كلمت ابوه وقالت له اللي انا قلته دلوقتي حكيته دلوقتي، وهو شال صورتها وشال الاسم بتاعها. ده كلام من احمد اصلا. فانا بقول يعني عايزين نتقي ربنا في مصر. وانا حتى قلت لها كلمه، انا يعني اسف، قلت لها اخشى لما هي يعني كانت خايفه جدا من انها تواجه الصحفيين وتقول لهم الكلام ده ما حصلش، قلت لها اخشى ان تكوني للاسف يعني ورقه كلينكس تم استعمالها ورميها لضرب مش ياسر، لضرب محمد مرسي. انا مختلف مع محمد، دكتور محمد مرسي ده في 5000 حاجه، لكن انت تستعملي الان زي ما حكيت لي تستعملي الان مش لضرب ياسر علي، لضرب محمد مرسي. انا محمد مرسي اقول له انت من ساعه ما جيت عندك عيوبك 1 2 3 4، مفيش امن، يبقى فين الثلاث اشهر، فين كل ده ممكن اقوله له، وانا اللي بيحصل في سينا. لكن قصة الجواز والطلاق والمسائل الشخصية زي ما هي قالت أكدت لي إن كل ما نشر، قلت أنا كل ما نشر يا أخي سمير صبري عايزك تهدى شوية، لأن كل يوم بلاغ، عايزين نهدى بقى، البلد عايزة تهدى، لأنه في ناس بتعتب على بعض المحامين المتطفلين اللي للأسف مولعين البلد ببلاغات وهمية. أستاذ مرتضى، أستاذ سمير مش معانا على التليفون، أنا يعني أنا لا، أنا ما بتكلمش على سمير صبري، أنا بتكلم على اللي بيعملوا بلاغات. عايز أقول خلينا نركز في قضايا رئيسية يا عمرو. احنا النهارده لما النائب العام يتقدم له كل يوم 2000 بلاغ، منهم 1999 بلاغ تسهين بلا مستندات، فانا عايز احقق في البلاغات الحقيقيه. وفي نفس الوقت عايز اقول لبعض الذين يتطاولون على النائب العام، من فضلكم خلي الراجل يشتغل ويركز، لان النهارده حضرتك انت عايز امن وعايز امان وعايز قانون، بلاش نهين الناس المحترمه. وخلينا النهارده نقول انا النهارده ياسر علي اخطا، تاني بقول اهو ياسر علي طبعا بيحاول يتجوز وليس الزواج الثاني ابغض الحلال، ابغض الحلال عند الله هو الطلاق، لكن بقول هذه الواقعه التي تحدثت معي السيده عبير معي انا شخصيا يوم الجمعه.
القضية بقى في المحكمة إذا طلبت شهادتي سأقول هذه الشهادة، وأنا لم أرى ياسر علي ومختلف مع ياسر علي. والمفاجأة طبعا وأنت يمكن عارف أن أنا محامي الدكتور أحمد شفيق، يعني هو العكس بقى تماما تمام. ومش عاجبني اللي بيعملوه مع أحمد شفيق في كل يوم. ولنا حديث آخر يا سيادة المستشار، شكرا جزيلا المستشار مرتضى منصور.